بمناسبة الزي، حضرتك بتقولي انه مدام سور زكي كانت بتلتزم بالزي، ايه رأيك في الرقصات اللي هما يعني ما بيلتزموش بالزي؟ يعني انا ما بتفرجش على حد الحقيقه دلوقتي، خالص؟ بشوف اجانب ساعات احيانا في فرح مثلا اكون معزومه فيه كده ضيفه، ما بيعجبنيش الأجانب اللي هم الروسيات أصلا؟ الروسيات، هما بيرقصوا رقص تدريبي، لكن برضو الشرق شرق والغرب غرب. يعني انا ممكن ارقص رقصات لمايكل جاكسون، احرك نفسي زيه، انما مش ممكن انا ابقى مايكل جاكسون، أها ما اقدرش. ما يعني مثلا جوهرة ولا صافي نار بترقص زي سور زكي وزي نجوى فؤاد، بس عمرها ما تبقى نجوى فؤاد ولا سور زكي. بس لغاية هنا، لغاية هنا. من هنا في فراخ الجمعية بقى. بس بقى يعني صعب انك تديني الاكسبريشن والدم المصري الشرقي اللي على الناي، بيدي لك معنى الناي ايه، الكمان بيعطي يدي لك المعنى القانون. يعني لا، مع انهم والله بيجتهدوا يا مدام نجوى، هم مجتهدين يعني، لا يجتهدوا، وملتزمين ومحترمين جدا في مواعيد تدريبهم. لا بيجتهدوا في انهم التعبيرات بتاعت الوشوش، ده احنا ما بنتكلمش على تعبيرات الجسد، التعبيرات بتاعت الوشوش، وكانهم فاهمين الكلمات بتاعت الاغنيه، فاهمين الجمله الموسيقيه. يعني مش ما لا انا مش مقتنعه بده، مش انا مش مقتنعه، مقتنعه بده لا. يعني انا باجي للوجه بتمئز شوي. طيب يعني ما هم اللي خلاهم يعني موجودين ومنتشرين واشتهروا في الفتره عشان الاخيره، ما فيش ما فيش مصريات. مصريات. ليه بقى ما فيش مصريات؟ عشان الفيديو كليب، ماله عشان الفيديو النهارده كليب؟ لما تطلع براعم جديده بيفضلوا انهم يتصوروا في الفيديو كليب، اللبس ببلاش، المكياج ببلاش، بياخدوا فلوس بيروحوا، والفيديو كليب بيتعرض في التلفزيون وبيتعرض في الموبايلات على والفيسبوك الانترنت. والحاجات دي، فخلاص ما فيش ده. انما التلفزيون ما بيعرضش رقص شرقي، فبيفضلوا ده، فما بقاش فيه مصريات.